يمكن معظم التقارير تقول ان حجم المدفوعات الالكترونيه في مصر حوالي 2 مليار دولار، وعندنا نمو في السوق حوالي 22%. ده ممكن يكون اكتر من المعدلات، متوسط المعدلات العالميه حوالي 15%. متوقع ان هي توصل يعني تكمل على نفس حجم الجروث ده لو اتطبقت بشكل مناسب. هتضمن لكل الاطراف حقوقهم وهتسهل بيئه يعني اسهل للبزنس بشكل عام. طبعا المفروض يبقى في حوافز ان انت تحسن، يبقى في ضرائب اقل بالنسبه للناس، في اسهل تسهيلات من البنوك بحيث ان انت تقدر تعمل بيمنت سوليوشنز اسهل. احنا موقع، اول موقع الكتروني من خلاله بنبيع نباتات باشكالها داخليه خارجيه وجميع مستلزمات الحدائق عامه. مام هي منصه بتخلي الناس تقدر تطلب اكل نظيف بسعر مش غالي خالص. بنوصل ده، بنشتغل مع سيدات بيوت ومع مطابخ سنترال كمان. الهدف في الاخر ان العميل يقدر ياكل اكله وجبه صحيه كويسه وسعرها ما يبقاش غالي. لا، كل مبيعاتنا بقى لنا سنتين دلوقتي، احنا ابتدينا في اواخر 2017. كل مبيعاتنا من خلال الموقع الالكتروني بتاعنا. احنا عندنا فوق ال 1000 عميل لغايه دلوقتي. كل المطابخ اللي احنا بنشتغل معاها، عندنا حوالي 200 مطبخ حوالين القاهره الحمد لله وبنكبر. عدد العملاء بتاعنا تقريبا 18000 عميل. احنا توسعنا من شهر، ابتدينا نوصل منتجات الاسكندريه، وان شاء الله عايزين نوسع اكتر من كده، وعايزين نطور الخدمات اللي موجوده. يعني عايزين نزود مثلا محتوى اكتر عشان نعلم الناس اللي عندها اهتمام في الزراعه، نديهم معلومات بطريقه سهله على اساس ان هم يتعلموا اكتر. لو في حد بيفكر ان هو يبقى هاوي او يجرب اي مشروع، يلاقي كل التفاصيل وكل المعلومات اللي هو عاوزها موجودة على الموقع برضه. بنشتغل على الشركات اللي عندها من 10 موظفين ل 300 موظف، وبنعملهم حاجة اسمها فيرتشوال كافيتيريا. بيقدر ان هو يبقى عنده نظام اكل للشركة بتاعته، بيوفر فلوس كتير جدا، بيوفر اب تو 1000 جنيه للموظف في الشهر، وفي نفس الوقت من غير اي تعب على الشركة نفسها. فاحنا خطتنا ل 2020 وان احنا نكبر ده، وإن شاء الله نكون فاتحين في عدد من المحافظات المختلفة غير القاهرة بإذن الله.